للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يعني إيه الكلام ده؟ طبعا سيدنا عمر أصدر قرار وقتي إن ممنوع واحد يقعد في الجيش أكتر من أربعة أشهر ويرجع ويروح حد غيره خلاص ده في نص شرع خدوا بالكم طيب يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني الراجل اللي يقول لك عايز يعاقب الست انا مش جاي جنبك والله ما جاي جنبك تاني يقول له انت عملت راجل مبروك تعال يا حبيبي اليمين ده اخره اربع شهور اربع شهور ويوم يحق لها ان ترفع امرها للقاضي فالقاضي يقول لك فوق يا باشا وارجع يا حبيبي تقول له لا انا راجل وانا مش هكفر عن يميني يقول لك خلاص ونحن قد حكمنا بتطليقها ما هو ربنا اللي قال عندك اربع شهور خد بالك طيب خد بالك اليمين ده فيه اسم امتى لما حضرتك تكون تضر بالزوجه وتسيء ليها وهي ما عملتش حاجه عايز تشوف رجولتك عايز تشوف بقى بغدادتك زي ما بيقولوا انما ممكن اليمين ده خلال الاربع شهور ما يبقاش فيه اسم انقصد بذلك تاديب الزوجه لو هو عارف انها تتربى بالحته دي ما في واحدة زي ما قالوا كده قال ايه؟ آه, اه الحر اه العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه ففي واحدة الخصام يجننها وفي واحدة منع الاكل يجننها وفي واحدة منع البيات يجننها خد بالك من الكلام ده كله طيب فينفع يربيها في الاربع شهور بس ما يتجاوزهمش جبتوا الدليل مين منين فعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء كلهم نساء امهات المؤمنين يعني سالوه زياده النفقه اعتزلهم شهر حتى اشيع ان رسول الله قد طلق نساءه فراح له سيدنا عمر قال له انت طلعت نساءك قال له لا فقال الله اكبر ونزلت ايه التخير اللي ربنا قال فيها "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. صليتوا على الحبيب، طب لو واحد حلف اليمين ده وعايز يرجع بيه يرجع فيه في خلال اشهر في خلال الاربع اشهر يكفر، خلي بالك طيب واحد حلفه من غير تحديد مدة آخر حاجة ليه أربع أشهر بس وإلا فالمرأة ترفع أمرها للقاضي خدوا بالكم ترفع أمرها إيه للقاضي لأنه قصد الإضرار والإساءة فالقاضي يقول له تفوق وترجع رجع على خير وبركة ما رجعش يبقى يحصل إيه القاضي على طول يطلق وهذا من حق القاضي قال لها تحرم علي زي ام اختي او انت زي ام اختي او روحي تبقي زي ام اختي او تحرمي علي وسكت ده اسمه يمين ظهار وده من مظاهر الاساءة للزوجة لانه بيشبهها بمن تحرم عليه حرمة نهائية ايه حكاية اليمين ده او إيه حكاية الكلام ده كان في صحابية اسمها ستنا خولة بنت ثعلبة جت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الشكاية الستات بالله عليكم اسمعوا الكلام ده كويس عشان لما بنقعد نسمع منكم الواحد بيبقى عايز يرجع سامحوني اي أيوة والله بنسمع قلة أدب ووقاحة وبيسموها صراحة بنسمع كشف الستر بعنف بننسى كل فضل وبننسى كل حاجة حلوة بننسى كل حاجة جميلة اسمعوا الكلام ده وتعلموا ادب الشكايه دخلت اولا على ست على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عند ستنا عائشه وهقول لك انا بقول لك النبي كان قاعد فين ليه؟ اسمع بقى كده قالت السيده خوله يا رسول الله ان اوسا تزوجني وانا بكر مرغوب فيه اتجوزني وانا حلوه وليا طلاب كتير وخطّاب اكتر فلما فرط بطني وانحنى ظهري قال لي انت عليك ظهر امي وان لي منه اطفال ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا ركز ايه القصه هي كانت متوضيه وراحت تصلي فرض ربنا سيدنا اوس طلبها قالت له استنى اوس لما صلى ازاي يعني فرض ربنا قبل انت علي كظهر امي، خلاص براحتك. راحت صلت فهدأت نفسه. يلا خلصت صلاه، قالت له ها استنى حتى اسأل رسول الله. اما اروح اسأل النبي فكان ادب السؤال شفتوا الشكايه؟ وان لي منه اولادا انضممتهم اليه ضاعوا. أو راجل طيب كسيب لكن ما يعرفش يربي. وان ضممتهم الي جاعوا انا اعرف ربي لكن ما اعرفش اكسب لقمه العيش الله اكبر طب اسمعوا بقى كده ستنا عائشه بتقول كلمه جميله قوي طبعا سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لها يا خوله ما اراك الا قد حرمت عليه ما قالتلوش بركه اللي جت منك هي لا ظلت تجادل رسول الله تاخد وترد ازاي ولادي هيروحوا فين يا رسول الله ولادي هعمل فيهم ايه؟ يا رسول الله مين اللي هيربيهم؟ يا رسول الله مين؟ تخيل كده وعشان كده نزلت سوره المجادله اللي في القران اللي هقول لكم وافتتاحيتها ايه؟ المهم ستنا السيده عائشه بقى اسمع بتقول ايه؟ الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات ليه؟ لقد جاءت المجادله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت انا قاعده وما فيش فرق الا ستاره خد بالك سبحان الله ما كنت اسمع ما تقول انا مش سامعه خالص مش عارفه اسمع فسبحان الذي سمع لها من فوق سبع سماوات فاذا بالامين جبريل طبعا الكلام هات وخد مع سيدنا النبي لحد ما الامين جبريل يعلن حاله الطوارئ من السماء ليتنزل على أمين الأرض والسماء سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول له قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله أكبر السلام على الجمال ربنا سامح سبحانه طب إيه الحكم يا رب الكفاره يا رب اسمع بقى الكفاره والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتمام ذلكم تواضون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم صليت على ارحم الراحمين سيدنا الحبيب من اهل الدنيا شفت العقاب انت قلت لامراتك تحرمي علي اول حكم تعتق رقبه يعني تحرر عبد طبعا ما عندناش عبيد النهارده الحمد لله لان رسول الله جاء بشرع يحرر البشر من عباده البشر لعباده رب البشر فخد بالك الكفاره في القران مش على مزاجك يا حبيبي ايوه ركز معايا الله يرضيك ركز ركز انا عم الشيخ حلفت قلت والله ما انا داخل عند فلان ودخلت اصل كسف وبعدين وبعدين قابلت الاستاذه مية على باب الاستوديو فقالت لي اجري اجري انا يعني انت محتاجه شيخ دي انا عارفة اجري صوم تلات ايام اقول له لا حبيبي لان ربنا في القران نسق الكفاره ترتيب ما ادكش بمزاجك اداك ترتيب خلاص ده اليمين العادي في اخر حاجه جاب الايه الثلاث ايام لو انت مش لاقي فهنا نفس القصه مفيش عبيد حييجي الحكم اللي بعدها ايه صيام شهرين متتابعين